في التحليلية، طهران تكشف رفضها 23 طلبا من إدارة ترامب للتفاوض، وتجري مناورات تحاكي هجوما على حاملة طائرات أمريكية. ماذا تريد أن تقول؟ لبنان يقرر تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد الاعتداء الإسرائيلي. أي تكامل في مواجهة الاحتلال؟ بغداد تتهم مجموعات إجرامية بالسعي إلى نشر الفوضى. من يحرك الاحتجاجات اليوم ولأي هدف؟ وفي قضية اليوم مجدداً، انتظروا عائجر ونص، كيف أتلفت المقاومة أعصاب إسرائيل؟ التحليلية تأتيكم عند 6 مساء بتوقيت القدس الشريف.